وسواء برضه من هنا موجودة. الجريدة دي فيها منافع لكل البشر يعني طبعا السلة بتتولع فيها، إنما الخوص بتعمل كرينة بالكراسة الكريم والمعاطف في نفس الوقت. والجريدة نظيفة زي ما هي كده بنشتغل على صناعها كراسي ترابيزات سراير وقصع عيش تاخد ما يكون معمل الإنسان. بالك فيها قد ايه؟ لا ده انا ورثت ربنا عن جدري بقى لي حاله من انا عندي 55 سنه بقى لي فيها 40 سنه. انا عامل مكتبه لحماتي جريل من سنه 90 مكتبه سنه. انا النهارده في سنه يعني 26 سنه مسليمه موجوده. وايه اغرب حاجه تانية عملتها؟ والله انا عامل استوديو وسراير الاطفال وسراير كبيره للعزاب يعني، وعامل انترهات للافراح. والله يعني في واحده مثلا ما عندهاش على قد حالها ما عندهاش استعداد تجيب كراسي بلاستيك لا تقول لك انا عايز كرسي جديد هعمل لها اربع كراسي وكنبه طرابيزه وطين تقطيع زي ما انت حضرتك تشوفهم كده دول الشارع. مكان مستحيل مكان يخش فيه كله يدوي لازم يدوي. ده سلاح ما يجوش خالص الا بيكون معلش لوحده الشغل، انما عشان يخش الات كده لا. تاني على ده الصدر اللي بنقطع بيه ده اسمه سلاح اللي عدى ده سلاح. وده الصدر اللي بيشتغل بيه الصدر كده ده. ماشي هنا برضو عندنا الدار ايه بنشتغل بيه اسمه ايه دار ايه دار ايه وهنا طبعا اللقط بما يليه شغله والمسمار بتتكون من حاجه المسمار الاعلام ده بنعلم بيه ثم ده للشغل ده يعني بنفرق ده وده بيكمل عليه بالدايه من تحت. يعني كل حاجه بتصنعها لها شيلها حاجه بتستعملها ده كله يدوي. امال القطعه دي ايه؟ القطعه الخشبيه دي هي مانجا صارت مانجا حوالي 60 سم بتنحط في الارض بتثبت في الارض ثبت في الارض 60 سم. ماشي دي برضه مانجا ودي مانجا الكاسوارين والمانجا هم راح الشغل عشان طبعا دي تستعمل فيه مثلا ميه زاد على اللزوم لو دي ناشفه هينكسر في نفس الوقت طبعا لازم تكون طريه. حاطط السلع دي لحالها بيرن. وشفتك بتحط ميه انت ليه بقى؟ لازم الميه هيروح للقرب لازم الميه هنا عشان لو شربت عليها نشفه تدور السلاح.